الإصابات متنوعة بين المدنيين والعسكريين. عشرات الإصابات باعتداء إرهابي بالغازات السامة يستهدف الحمدانية وضاحية الأسد السكنية في حلب. الجيش يتابع التقدم على اتجاه خان الشيح بريف دمشق ويكبد الإرهابيين خسائر كبيرة بمختلف الجبهات. وفي ملفات الحدث، القوات العراقية تستعيد السيطرة على 61 قرية وتتابع تقدمها في معركة تحرير الموصل. أهلا بكم في حلقة جديدة من استوديو الحدث. أمام العالم الصامت عن جرائم الإرهابيين بحق الشعب السوري، تجدد التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها بقذائف تحمل غازات سامة مستهدفة منطقة حي الحمدانية وضاحية الأسد السكنية، ما أسفر عن عشرات الإصابات بحالات اختناق. مشهد تتعامى عنه المنظمة الدولية ورعاة الإرهاب وما يدعى بالمجتمع الدولي الذي يتباكى على حلب ولا يشاهد الجريمة تلو الأخرى التي تنفذها المجموعات التكفيرية المدعومة إقليميا وغربيا. اعتداء إرهابي بالأسلحة المحرمة دوليا يتجدد من قبل التنظيمات الإرهابية التي استهدفت سابقا عدة مناطق سكنية في غوطة دمشق وحي السكري بحلب وعددا من القرى والبلدات في ريف حلب، في ظل غياب تام للأمم المتحدة التي تتجاهل الحقائق وتغطي بصمتها على جرائم الإرهابيين ومشغليهم. نحن متواجدين الآن داخل مشفى الرازي وبالقرب من هذه الغرفة التي استقبلت عدة حالات قادمة من منطقة الحمدانية والتي تعرضت لقذائف متفجرة. هذه القذائف التي تحتوي على مواد سامة، غالبا هو غاز الكلور كما تحدث لنا أحد الأطباء. في هذه الغرفة تم غسل المرضى الذين قدموا إلى هذا المشفى، ومن ثم تم نقلهم إلى إحدى الغرف، غرف العزل بطبيعة الحال، لتقديم باقي الإسعافات والعلاج لهم. كما نشاهد هو تصعيد جديد من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة بضرب الأحياء الآمنة بقذائف تحتوي على مواد سامة. هي ليست المرة الأولى، سبقتها مرات عديدة في المدينة القديمة وأيضا في جمعية الزهراء وأيضا في مناطق أخرى. لنشاهد بطبيعة الحال هذه الغرفة التي أجري فيها العزل من قبل الأطباء الاختصاصيين. نحن حاليا في غرفة العزل داخل مشفى الرازي الحكومي، حيث نقلت بعض الحالات إلى هنا، إلى هذا المشفى، الحالات التي أصيبت بغاز الكلور. ميريلا الحلبي، وأنت دكتورة ومشرفة على هذه الحالات، نوعية الحالات، الإصابات التي وصلت إليكم تحديدا؟ هلا من حوالي ساعة وصلنا حوالي 7 إصابات من منطقة الحمدانية، قالوا إنه سمموا بغاز، شموا رائحة غريبة وأجوا بحالات اختناق، ضيق نفس. ونحن هلا قمنا بالإجراءات اللازمة، غسيل المرضى، خلع الألبسة، وعم نتابع هلا علاجهم بغرفة العزل. الأعراض بترجح أعراض الإصابة، بترجح الكلور، الأعراض الدماع والإقياء والغثيان،
حتى في بعض المصابين عم بيحكوا انه شموا ريحه بتشبه ريحه المسابح. احد المصابين اثناء اخذ القصه المرضيه والسريريه منه بيقول لي انه شم ريحه بتشبه ريحه المسابح، طبعا الكلور المستخدم بالمسابح، طبعا عشان هيك المصاب عاده بيذكر هالحادثه هي. صار عندهم دماع وغثيان واخياء وفي منهم زبد رغوي، خروج زبد رغوي من الفم. طبعا عم نشتغل هلا لسه عم نستقصي اكثر، بس حتى الان يعني نحن بنرجح لك وضع جيد لحد الان. في مدنيين وفي عسكريين؟ طبعا في مدنيين وفي عسكريين. المدنيين اللي كانوا قرب النقطه العسكريه، طبعا العسكريين اللي كانوا بالنقطه او المدنيين اللي كانوا ساكنين بالجوار. الاصابات متنوعه بين المدنيين والعسكريين. مشاهدينا انتقلنا الى هنا الى مشفى الجامعي التعليمي هنا في جامعة حلب، وايضا عدد من الحالات من عناصر الجيش العربي السوري وصلوا الى هذا المشفى. ايضا يتم تقديم الاسعافات وايضا التي كما التي قدمت في مشفى الرازي. اذا هي الحالات التي اصيبت ايضا في منطقتي الحمدانية وضاحية الاسد بالقذائف المتفجرة التي تحتوي على غازات سامة. هنالك حتى الآن يعني هي ليست حصيلة نهائية، أكثر من 25 حالة بين مدني وأيضا بين عناصر الجيش العربي السوري. كل هذه الغرف هنالك استنفار في كل المشافي الحكومية الرسمية هنا في مدينة حلب لاستقبال هذه الحالات وتقديم أيضا يعني الإسعافات، كل الإسعافات سواء بالنسبة للغسيل والعزل وكل هذه الأمور. من جانبه أكد حسين دياب محافظ حلب جهوزية الاستعدادات الطبية وغيرها في المدينة. نستمع للقاء الذي أجراه مراسل الإخبارية مع المحافظ. طبعا قمت بجولة على أحياء الحمدانية وحلب الجديد والتقيت الأهالي وطمأنت الأهالي وأطمئن أهلنا في حلب وخارجها بأن الأوضاع الميدانية جيدة. أبطال الجيش العربي السوري والقوى الرديفة المؤازرة صامدون ويدحرون الإرهابيين. قامت المجموعات الإرهابية المسلحة اليوم باستهداف الأحياء السكنية بالقذائف الصاروخية التي تحتوي غازات سامة، مما أدى إلى إصابة العشرات من أبنائنا في المحافظة. كافة المؤسسات الخدمية والصحية مستنفر استنفار كامل وفي حال جاهزية كاملة لخدمة أهلنا في المحافظة. متابعة لآخر التطورات في حلب ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية وليد هناي مراسل الإخبارية السورية. وليد، لو تضعنا في صورة التطورات فيما يتعلق بجريمة الإرهابيين باستخدام الغازات السامة في حلب اليوم، ماذا عن آخر المستجدات؟ نعم، من جديد حياكم الله زملائي في استديوهات الإخبارية السورية في هذا اليوم الذي شهد تصعيدا إرهابيا بامتياز عبر استهداف المناطق الآمنة بعدد كبير من القذائف الصاروخية والتي تحتوي من غازات الكلور. هذه القذائف هي وردت حوالي 38 إصابة في صفوف المدنيين بينهم أطفال ونساء. هذه القذائف هي طالت منطقة الحمدانية بالتحديد، هذه المنطقة والتي تعد من أكبر المناطق في مدينة حلب التي تشمل 7 أحياء سكنية مكتظة بالمدنيين، منطقة حيوية بكافة الأوقات. نتحدث عن منطقة طالتها قذائف الغدر، هذه القذائف هي أتت من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة المتواجدة في منطقة البحوث العلمية ومحيطها كمناطق الراشدين الأولى ووصولا وامتدادا إلى طول المحور الغربي لمدينة حلب والتي تستهدف بشكل يومي المناطق الأمنة من خلالها. إذن نتحدث عن هذه الحصيلة تصعيد إرهابي جديد، ونرصد أولا واقع مشفى الجامعة والحالات التي وصلت إلى هذه المشفى والاستنفار الطبي الكبير المتواجد من قبل الكوادر الطبية سواء كان في مشفى حلب الجامعي أو مشفى الرازي الحكومي. إذن المشافي هم على أهبة الاستعداد. الحصيلة كانت 38 إصابة من حالات الغازات السامة، وهنالك شاهدا
أيضا في حالة اختناق عبر هذه القذائف، ونتحدث أيضا بأن هنالك 4 شهداء لليوم عبر قذائف صاروخية بعيدة المدى، هي أتت من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة باتجاه مناطق حلب الأمنة. تصعيد إرهابي يأتي بعد إفشال أكبر مخطط للمجموعات الإرهابية المسلحة باتجاه الأحياء الغربية من مدينة حلب. كان لهم مخطط بهجوم واقتحام مدينة حلب عبر الغرب منطقة منيان، ووصولا إلى عدد من المناطق الأخرى ضاحية الأسد مشروع 1070 شقة. وهنا نتحدث بأن كان الرد السريع والقاسم والكبير من قبل أبطال الجيش العربي السوري عبر كافة الوسائط النارية. الرد أتى، قامت وحدات الجيش بتفجير عدد كبير من العربات المفخخة قبل وصولها إلى مبتغاها. وعلى خلفية إفشال هذا الهجوم كان التصعيد الثاني للإرهابيين. الفصائل المسلحة أكثر من 20 فصيل منضويا تحت ما يسمى جيش الفتح من الجهة الغربية كان لهم الدور باستهداف المناطق الأمنة بغازات الكلور السامة. التصدي تواجد، وهنا ننفي كل ما تتحدث به قنوات سفك الدم السوري عبر الحرب العالمية التي خاضوها بأنهم وصلوا إلى عدد من المناطق داخل مدينة حلب، سواء كان على صعيد منطقة حلب الجديدة وعلى صعيد منطقة الحمدانية مشروع 3000 شقة. وأيضا هم تحدثوا عن قطع طريق حلب باتجاه الريف الشرقي مرورا بطريق ناصر إثريا، وأيضا اليوم تم تسيير كافة الرحلات من وإلى هذا الطريق. الجيش العربي السوري بالعودة إلى واقع الميدان قام بالرد السريع، ونستمع الآن بأن الغارات متواجدة منذ ساعات الصباح الأولى وعبر التصدي لهجوم كان كبير للإرهابيين باتجاه منطقة منيان. وهنا نتحدث بأن الجيش العربي السوري استعاد زمام الأمور على طول المحور الممتد من الغرب باتجاه جنوب الغرب من مدينة حلب. أيضا مشروع 1070 شقة مساء أمس كان هنالك هجوم باتجاهه من قبل الإرهابيين، سبق هذا الهجوم عربة مفخخة فجرتها وحدات الجيش العربي السوري، وهذا الهجوم عكس سلبا على الإرهابيين عبر تقدم الجيش والسيطرة على 4 كتل إضافية. يعني هذه السيطرة أتت بالتزامن مع تواجد الجيش العربي السوري وتثبيته بالنقاط التي كان متواجد عليها في وقت سابق، وتقدم إلى نقاط جديدة الجيش العربي السوري عبر هذا المجموع مجمع مشروع 1070 شقة يرصد ناريا محور الغرب والجنوب الغرب، كون هذا المحور مطل ومشرف على مناطقه بشكل كامل ومكشوف ومفتوح أمام كافة الطلعات الجوية أو أمام كافة الوسائط النارية للجيش العربي السوري. إذن الجيش العربي السوري امتص الهجمات الإرهابية الانتحارية، استعاد زمام الأمور، وعلى خلفية ذلك قامت المجموعات باستهداف المناطق بالقذائف الصاروخية. حتى لحظات هذا كل ما لدي، على أمل أن نعود برسائل مباشرة من هذه المدينة الصامدة إلى استوديوهات الإخبارية السورية. العودة إليكم زملائي. أشكرك جزيل الشكر وليد هناي مراسل الإخبارية السورية في حلب على كل هذه المعلومات. متابعة للتطورات الميدانية ينضم إلينا مباشرة من حلب مراسل الإخبارية السورية أنس رمضان. تحية لك أنس. نعم تحية لك يا سناء. أهلا بك أنس. بداية لو تضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية في منذ هذا الصباح حتى هذه اللحظة، أين تركزت الاشتباكات على أي محاور؟ نعم، معارك عنيفة تخوضها قوات الجيش العربي السوري ضد المجموعات الإرهابية المسلحة، في مقدمتها جيش الفتح، جبهة النصرة، حركة أحرار الشام، إضافة إلى الحزب الإسلامي التركستاني، وذلك على جبهات 1070 شقة وضاحية الأسد جنوب غرب حلب ومنيان الواقعة شمال غرب مدينة حلب. هذه المعارك التي يخوضها الجيش جاءت بعد أن نفذ الجيش العربي السوري هجوم معاكس وعملية عسكرية عند 12:30 بعد ظهر هذا اليوم بغية استرجاع النقاط التي تسللت إليها المجموعات الإرهابية المسلحة. المعلومات الواردة من تلك الجبهات تؤكد بأن الجيش أحرز تقدما واسعا واستعاد السيطرة على بعض الأجزاء أو على أجزاء واسعة من تلك الجبهات المشتعلة إلى الآن، وتسمع في هذه الأثناء غارات لمقاتلات الجو السورية باتجاه الخطوط الخلفية للإرهابيين لا سيما جمعية الراشدين، إضافة أيضا
أيضا إلى الريف الغربي المنصورة، وهي منطلق العمليات للمجموعات الإرهابية المسلحة نحو الأطراف الجنوبية الغربية والغربية والشمالية الغربية من مدينة حلب. كانت المجموعات الإرهابية المسلحة قد شنت صباح هذا اليوم هجوما عنيفا آخر عبر المفخخات والانتحاريين والأعداد الكبيرة من المقاتلين الأجانب. تم التعامل مع عدد من المفخخات من قبل الجيش عبر تدميرها وتفجيرها بصواريخ موجهة لتندلع فيما بعد المعارك التي هدأت وتيرتها صباحا، ومن ثم عادت بعد أن بدأ الجيش العملية العسكرية المفتوحة بغية استعادة تلك النقاط في تلك الجبهات. أي النقاط تم استعادة السيطرة عليها؟ ذكر ذلك قبل قليل أنس. نعم، هنالك في ضاحية الأسد ومشروع ال 1070 شقة، إضافة أيضا إلى جبهة منيان التي تشهد في هذه الأثناء هذه المعارك. تم استعادة السيطرة على أجزاء واسعة، والمعارك بطبيعة الحال مستمرة. هنالك معلومات ترد تباعا إلينا بطبيعة الحال ترد إلينا تباعا من تلك الجبهات المشتعلة، وتسمع أصوات المعارك والاشتباكات في أجزاء مدينة حلب. بطبيعة الحال المجموعات الإرهابية المسلحة تضع في هذه الهجمات وفي هذه المعارك كل ثقلها، سواء بالنسبة للأعداد الكبيرة من المقاتلين الأجانب، بالنسبة للأسلحة المتطورة التي باتت بحوزتها منذ يعني عدة شهور، إضافة أيضا إلى المفخخات. يعني منذ يوم أمس أو منذ بداية الهجمات باتجاه مدينة حلب إلى هذا اليوم استخدمت المجموعات الإرهابية المسلحة أكثر من 16 مفخخة، تم تفجير 14 منهم من قبل الجيش العربي السوري. أنس، هل من معلومات تقريبية عن أعداد القتلى من الإرهابيين؟ نعم، يوم أمس كانت هنالك معلومات، يعني تقاطع المعلومات بالنسبة لمصادر الإخبارية السورية، إضافة أيضا إلى ما ذكرته تنسيقيات المجموعات الإرهابية المسلحة. وصل فقط يوم أمس إلى 500 قتيل من الإرهابيين على الجبهات الواقعة جنوب غرب مدينة حلب وغرب مدينة حلب، وهي والأرقام على أرض الواقع هي أكثر من ذلك، لا سيما بأن الجيش فقط في جبهة الفاميلي هاوس والتي شهدت أيضا هجوما للإرهابيين وقع أكثر من 100 قتيل في صفوف الإرهابيين، لا سيما بأن الجيش تصدى لهذا الهجوم عبر يعني تفخيخه للمنطقة التي تسللت أو هجمت باتجاهها المجموعات الإرهابية المسلحة. أي كان هنالك كمين من قبل الجيش العربي السوري فجر خلاله الألغام بالإرهابيين المهاجمين نحو جبهة الفاميلي هاوس، لذا الأعداد هي كبيرة وأكثر من ذلك أعداد قتلى الإرهابيين. أخيرا أنس، يعني حرب شائعات مجددا تستهدف أهالي مدينة حلب، كيف الشارع الحلبي وهو من اعتاد حرب الشائعات والأكاذيب هذه؟ يدرك تماما أبناء مدينة حلب في كل هجوم للإرهابيين، يدرك تماما الحجم الكبير الذي ينتظره من الشائعات والحملات الإعلامية التي تقودها وسائل الإعلام وفضائيات داعمة للمجموعات الإرهابية المسلحة. هنالك حذر من قبل الشارع، وهنالك تواجد كبير للمسؤولين ولقوى الأمن الداخلي في الأحياء التي بثت عنها أخبار بأن المجموعات الإرهابية المسلحة دخلتها كأحياء الحمدانية وحلب الجديدة، هذه الأحياء السكنية التي بطبيعة الحال تقف إلى جانب الجيش العربي السوري. كما كل مناطق مدينة حلب اليوم الكل يتابع عن كثب العمليات التي يقوم بها الجيش العربي السوري، سواء على هذه الجبهات وأيضا الجبهات الواقعة على الأطراف الشمالية الشرقية لمدينة حلب، والتي شهدت أيضا يوم أمس تطورات كبيرة جدا وإنجازات للجيش العربي السوري الذي سيطر على أكثر من منطقة تقع في الشمال الشرقي لمدينة حلب، منها سوسيان، تل سوسيان، تل شعير، والمسلمية، وأيضا مدرسة المشاة، وهو انتصار جديد يكسبه الجيش العربي السوري على جبهات أخرى في مدينة حلب. ودعيني أشير إلى أمر غاية في الأهمية، يعني الجيش اليوم الذي يخوض أشرس المعارك على الجبهات الواقعة جنوب غرب مدينة حلب وغرب مدينة حلب وشمال غرب مدينة حلب، بالأثناء أيضا يتواجد في الجبهة الواقعة شرق مدينة حلب باتجاه بستان الباشا، يتواجد في الجبهة الواقعة في الشمال الشرقي لمدينة حلب عبر بوابة المناشير والمقالع، وأيضا جبهة جديدة فتحها الجيش يوم أمس وهي الجبهة الواقعة في الريف الشمالي
الشرقي لمدينة لحلب، ويتقدم فيها إضافة أيضا إلى جبهات الريف الجنوبي والتي تقدم فيها في وقت سابق واستعاد السيطرة على تلة بازو، وأيضا كتيبة الدفاع الجوي. هي المعارك التي يخوضها الجيش على كل الجبهات الواقعة في مدينة حلب وأيضا في الريف الحلبي. أشكرك على كل هذه المعلومات، وسوف نكون معك فور ورود أي جديد. أنس رمضان مراسل إخبارية سورية في حلب، شكرا جزيلا لك. متابعة وإضاءة على هذه التطورات الميدانية والسياسية، نرحب في استوديو الحدث بالأستاذ باسم شيحاوي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ أهلا باسم. أهلا بك. وينضم إلينا عبر خدمة سكايب من موسكو الدكتور سمير أيوب، عضو المجلس الثقافي الروسي العربي. مرحبا بك دكتور سمير. دكتور سمير هل تسمعوني؟ نعم أنا أسمعكم. أهلا بك دكتور سمير. أبدأ معك أستاذ باسم، إذا نتحدث عن تصعيد إرهابي متواصل يستهدف مدينة حلب، واليوم تطور خطير وجريمة جديدة يرتكبها الإرهابيون باستخدام الغازات السامة، ليست المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الغازات السامة من قبل الإرهابيين، تم استخدامها سابقا في أكثر من منطقة في أكثر من مكان. ماذا في أهداف هذا التصعيد الإرهابي؟ ما الذي يعمل عليه مشغلو الإرهاب وبالدرجة الأولى وبالتحديد الأمريكي؟ أولا في البداية لابد من أن نقول ونتمنى الرحمة للشهداء من مدنيين وعسكريين، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. في الحقيقة كما تفضلت وذكرت، هذه الهجمات الإرهابية بالأسلحة الكيماوية ليست جديدة أطلاقا في سوريا. كان هناك العديد من الهجمات السابقة التي تم استخدام فيها السلاح الكيماوي في أكثر من موقع وأكثر من مكان طبعا. لكن السؤال هنا الذي يسأل نفسه ويطرح نفسه حاليا، هل ستثور ثائرة الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة استخدام السلاح الكيماوي في سوريا؟ هل ستثور ثائرة البيت الأبيض ويطلب إذنا من الكونغرس لضرب من استخدم هذه الأسلحة الكيماوية؟ هل ستطلب فرنسا اجتماعا في مجلس الأمن لمناقشة هذا التطور الخطير؟ هل ستدين الأمم المتحدة؟ هل سنسمع إدانة من جامعة أبو الغيط؟ بالتأكيد لن يحدث أو هي من تمنح الغطاء لهذه التنظيمات الإرهابية ومن تدعمها بشكل مباشر، لأنها هذه الأمم المتحدة متحدة فقط على سوريا وطنا وشعبا وجيشا. هذه هي الأمم المتحدة التي يتحدثون عنها، وهذه هي المنظمات الأممية التي تصدع رؤوسنا يوميا بالحديث عن حقوق الإنسان وهذه الأمور التي يدرك الجميع اليوم أنها مجرد غطاء يخفي هذا الوجه المنافق والكاذب لهذه المنظمات الدولية. فيما يتعلق بالسؤال الذي طرحتيه حول هذا التصعيد في حلب، أعتقد بأن المسألة واضحة للجميع بأن معركة حلب هي معركة حاسمة ورئيسية وهامة جدا، والبعض يعتبرها حتى أنها هي نصف المعركة ونصف الحرب في سوريا. وهذه المسألة بالتأكيد أرخت بظلالها خلال الفترة الماضية على صانعي القرار، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن وفي باقي العواصم التي تدور في فلكها، خاصة بعد تمكن الجيش العربي السوري أولا من فرض الحصار على مجموعاتهم الإرهابية في الأحياء الشرقية من حلب، ثانيا عندما تمكن من دحر الهجوم الشرس التي قامت بشنه تلك العصابات قبل مدة أيضا، وبالتالي كان لابد من التحضير لهذا الهجوم والإعاز باستخدامه واستخدام كل ما يلزم بما فيها الأسلحة الكيميائية أيضا لتحقيق أي خرق يمكن تحقيقه في هذه المنطقة، لأن المسألة بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت لمشروعهم الكبير في هذه المنطقة. هذا أولا بالإطار العام. في الإطار الخاص نتحدث ميدانيا هنا على ما يجري الآن في حلب. دعينا نذكر من يمتلك ذاكرة السمك بأن الهجوم هذا هو ليس جديدا، فقد سبقه هجوم كما تحدثنا ونعرفه جميعا وشاهدناه وتابعناه جميعا ونعرف إلى ماذا آل. وأنا أذكر هنا كل من يتابعنا بأن الهجوم الذي شنه هؤلاء في تلك المرة كان في مقدمته 300 أو أكثر من 300 عنصر مما يسمى الحزب الإسلامي التركستاني، هؤلاء الذين يسمونهم الانغماسيين. عاد منهم على قدميه 7 فقط وهم يعلمون تماما صدق ما نقول، عاد من هؤلاء 307. اليوم نعدهم لن يعود أحد، لا 7 ولا 2 ولا 1 حتى في هذه الهجمات، وليراقبوا الميدان
نعم، سوف أعود إلى الميدان والحاصل في الميدان. الجيش العربي السوري أحبط هجمات الإرهابيين المتتالية والاشتباكات مستمرة لا تزال حتى هذه اللحظة كما ذكر مراسل الإخبارية السورية قبل قليل، لكن طرحت سؤال أنقله إلى ضيفنا عبر خدمة سكايب من موسكو الدكتور سمير. المسؤولية التي يتحملها بشكل مباشر المجتمع الدولي الذي يتعامى عن هذه الحقائق اليوم، وهناك أدلة كثيرة وثائق كثيرة قدمت على استخدام الإرهابيين للغازات السامة. مساء الخير لكم ولضيفكم الكريم والمشاهدين الأعزاء. أهلا بك. يعني لابد لنا من التذكير من أن هذا الاستخدام الكيماوي للجماعات المسلحة في حلب يؤكد وجهة النظر الروسية التي تقول أن الجيش السوري لم يستعمل السلاح الكيماوي ولا ضد أي من المواطنين أو من أي الجماعات المسلحة. من هنا يمكن القول أن على المجتمع الدولي وعلى هذه الدول التي ترعى الجماعات المسلحة أن تتحمل مسؤولية ما يعني استخدام هذا السلاح الكيماوي، لأن الجماعات المسلحة لا يمكن لها أن تستخدم هذه الأسلحة الكيماوية وخاصة في منطقة حلب من دون أن تتلقى الأوامر من الدول الداعمة لها. يعني وأيضا يعني الآن اشتعال المعارك في منطقة حلب هذا جاء ليؤكد يعني شيئين أساسيين في هذه المرحلة. أولا أنه عندما يعني لم يعد يوجد في حلب أو في المناطق التي تتواجد فيها الجماعات المسلحة أي من المجموعات ما تسمى يعني ما يطلق عليها المجموعات المعتدلة، ويعني نتيجة هذا الهجوم الذي شنته الجماعات المسلحة وبالآلاف، هذا يؤكد أن المناطق الشرقية من حلب هي محتلة من قبل جبهة النصرة وكافة الجماعات المسلحة الإرهابية وتتخذ من المدنيين دروعا بشرية. هذا أولا. ثانيا هذا الهجوم أيضا يؤكد وجهة النظر الروسية ووجهة نظر الدولة السورية الذي يعتبر الذي يعني يعلن الهدنة الإنسانية ويعلن وقف إطلاق النار من أجل الحفاظ على أمن المدنيين ومن أجل فتح المعابر لإخلاء المدنيين والسماح لهم بالخروج يعني من أطول المعارك. هذا يؤكد أن هذه المجموعات يعني لم تعد تستغل هذه الفرصة وتستغل كل هذا الوقت من أجل تجميع قواتها وتلقي ذخائر جديدة وبدء يعني بالهجمات من جديد على القوات الجيش العربي السوري والقوات الحليفة لها. نعم. دكتور سمير، ذكرت نقطة أعود إليها، ما الذي يعمل عليه المشغل اليوم الداعم للإرهاب الأمريكي بالتحديد من خلال ومن وراء هذا التصعيد الإرهابي المتواصل الحاصل اليوم في حلب واليوم بهذه الجريمة الجديدة باستخدام الإرهابيين للغازات السامة؟ يعني علينا أن نقول أن نعلم يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من مصلحتها إذا لم تحقق أي أهداف معينة لها على الأرض على الأرض السورية وعلى الميدان بواسطة الجماعات المسلحة التي تدعمها فهو من مصلحتها أن تبقى الأمور مشتعلة في سوريا وأن تبقى الحرب دائرة، لأن كلما طالت الحرب في سوريا هذا يكون من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تعتبر أن هذا سيؤدي إلى استنزاف الدولة السورية وتدمير المؤسسات السورية وأيضا الضغط على الجيش العربي السوري وأيضا الضغط على الموقف الروسي في سوريا. ولكن يعني المعارك على الأرض والتطورات الميدانية وما نلاحظه الآن يحدث عكس ذلك تماما. كلما حاولت هذه الجماعات المسلحة بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الإقليمية أن يعني تقوم بأي هجمات وتحقيق أي مكاسب ميدانية على الأرض يكون الرد يعني عليها قاسيا جدا ولا تترك يعني لوحدها أن تحقق ما تريده على الأرض في الميدان السوري. إذن يعني الآن أنا أعتقد أن القيادة الروسية سوف تعمل بشكل جاد الآن على كشف كافة هذه الجماعات التي استخدمت السلاح الكيماوي ومن أين جاء ومن أجل أن تفضح الادعاءات الأمريكية والادعاءات الغربية بأن الجيش العربي السوري هو الذي استخدم هذا السلاح الكيماوي. نعم، سوف أعود إلى هذه النقطة وكيف سيرد الروسي على هذا التصعيد الحاصل اليوم، لكن في التوقيت أستاذ باسم نسأل عن التوقيت لهذا التصعيد الإرهابي الحاصل وهذه الهجمات الإرهابية المتتالية التي جاءت بتزامن أو بالتوازي مع عقد لقاء ثلاثي في موسكو جمع وزراء خارجية سوريا روسيا وإيران. نعم بالتأكيد، أولا لابد أن نذكر بمسألة هامة جدا وأنه خلال الفترة الماضية كان دائما الحديث على المستوى الدبلوماسي وفي الغرف
غرف الاجتماعات التي كانت تعقد بين الجانبين الروسي والأمريكي، كان الجانب الروسي دائما يصر على أن مسألة محاربة الإرهاب هي أولوية لابد منها، وأنه يجب الاتفاق على هذه المسألة، لأن أي عملية سياسية في سوريا لا يمكن أن تتم بوجود تنظيمات إرهابية ترفض العمل السياسي، وكان هذا هو النقاش. الجانب الروسي طرحها حتى وصلت إلى مرحلة طرح مسألة عمل القيام بعمل عسكري مشترك روسي أمريكي أيضا بهدف محاربة هذه التنظيمات. نعم. طبعا جميعنا نعلم كيف راوغت الولايات المتحدة الأمريكية وتملصت نقضت هذا ونقضت الاتفاق. كل هذه الوعود. نعم. والعهود. الجانب الروسي كان يقول دائما بأن هناك ستكون هناك عملية عسكرية، هذه مسألة مفروغ منها لأنها أصلا لا يمكن الدوران حول هذه المسألة، بوجود هذه التنظيمات الإرهابية لا يمكن الحديث عن أي حل سياسي، ولذلك في العمل العسكري سيكون له دور أساسي ورئيسي في المرحلة القادمة. هذه الرؤية الروسية السورية أيضا الإيرانية فيما يخص ما يجري على الساحة السورية دفعت الولايات المتحدة الأمريكية عبر أذنابها وأذيالها في المنطقة إلى الضخ في هذه الجماعات الإرهابية وإعادة نفخ الروح فيها بعد الهزيمة النكراء التي تعرضت لها في هجومها الأخير على منطقة الراموسة في حلب والإبادة التي تعرضت لها هناك. هذه المرحلة ما بين هذا الهجوم والهجوم اليوم شهد مجموعة كبرى من دعيني أقول عمليات نفخ الروح، أولا عبر الإمداد بالسلاح، ونعلم جميعنا بأن هناك المئات من الصواريخ التي تم إطلاقها اليوم والبارحة على الأحياء السكنية في حلب، هذه الصواريخ جميعها وصلت قبل فترة قريبة من تركيا عبر تركيا، وكانت الطائرات طائرات الشحن العسكرية السعودية وغيرها من طائرات الشحن الخليجية تقوم بنقل الأسلحة والعتاد من بعض دول العالم رومانيا وأوكرانيا وغير هذه الدول كي تصل إلى الجماعات الإرهابية وتستخدمها في هذه المعركة، وعلى رأسها كما قلنا مئات الصواريخ من نوع غراد التي تم استخدامها بكثافة كبيرة جدا، بالإضافة كما نعلم ونشاهد اليوم استخدام حتى استخدام السلاح الكيماوي. لماذا؟ لأنهم يائسون يريدون تحقيق النصر بأي ثمن بأي طريقة بأي وسيلة كانت، لا يعنيهم الوسيلة إطلاقا، يريدون تحقيق نصر في حلب وخسئوا، هذه مسألة مفروغ منها، لن يكون مصير هجومهم الحالي بأفضل من الهجوم السابق، هذه مسألة مفروغ منها تماما. هذا هو التوقيت إذا كنت تسألين عن التوقيت. نعم. لأن المعركة بالنسبة لهم هذه هي المعركة الأخيرة، بعد هذه المعركة لن يكون بوسعهم شن أي هجمات مؤثرة في المستقبل، لذلك هذه المعركة تعتبر مصيرية بالنسبة لهم. ونعدهم طبعا بأن الجيش العربي السوري أحسن استقبالهم وسيحسن استقبالهم بطريقة أكثر جودة في الأيام سوف أفصل التالية. في الميدان وفي الخارطة الميدانية، لكن أبقى في هذه الجزئية وأبقى معك دكتور سمير، وكنت تتحدث عن الرد الروسي، كيف سيتعاطى الروسي مع هذا التصعيد ومع هذه الجزئية المتعلقة باستخدام الإرهابيين مرة جديدة للغازات السامة في حلب كما استخدمها في أكثر من منطقة سابقا في مناطق سورية أخرى؟ يعني دائما الرد الروسي في سوريا يعني لن يكون ردا فقط لأنه رد فعل على ما استخدمه الإرهابيين، الرد الروسي في سوريا دائما هو ردا واقعيا، يعني الهدف من الوجود الروسي في سوريا هو محاربة هذه الجماعات الإرهابية، وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن يعني لم تستطع أو أنها لا تريد فصل الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة التي تتصنف إرهابيا بوجهة نظرها عن المجموعات المعتدلة، هذا يعطي الحق للقوات الروسية بمواصلة الغارات وبمواصلة العملية العسكرية ضد كافة الجماعات التي تحمل السلاح الآن في سوريا، لأن حتى الآن يعني من يحمل السلاح هو يصنف إرهابيا من وجهة النظر السورية ومن وجهة نظر الدولة السورية. يعني الرد الآن سوف أعتقد يعني أو الهجوم التي قامت به الجماعات المسلحة هو كما لاحظنا جاء بعد يعني إعلان الرئيس الروسي بالأمس عندما رد على القيادة العسكرية عندما طلبت أن تتواصل العمليات العسكرية، يعني أمر الرئيس الروسي بالتأني عن يعني وبوقف نوعا ما بشكل معين وقف الغارات الكثيفة في منطقة حلب، مما يعني كما نلاحظ أن الإرهابيين استغلوا هذه الفترة من أجل شن هذا الهجوم. أنا أعتقد أن القوات يعني القيادة الروسية سوف تبدأ الآن بتوسيع العمليات العسكرية ليس فقط في مدينة حلب، لأن الأوساط الإعلامية الروسية اليوم صباح هذا اليوم يعني تتحدث عن أن الهدف من هجوم هذه الجماعات المسلحة والكثيف
ليس فقط خرق الحصار، لأنه خرق الحصار عنها هو من المستحيل الآن في حلب، وإنما الهدف منه إلهاء القوات الروسية والجيش العربي السوري حتى تتمكن أو حتى تستطيع القوات التركية من التقدم باتجاه مدينة الباب في الشمال. وهي نقطة هامة جدا سوف أنقلها للأستاذ باسم، نقطة هامة جدا أضاءت عليها اليوم الحاصل، هذه الهجمات الإرهابية المتتالية التي جاءت على الجبهة الغربية، هل تأتي بهدف عرقلة التقدم مستقبلا باتجاه الباب؟ أولا هناك العديد من الأسباب والدواعي التي دعتهم لشن هذه الهجمة الحالية وبالطريقة الحالية ومن الاتجاه الحالي. أحد هذه الأسباب بالتأكيد نعم هو عرقلة ومنع تقدم الجيش العربي السوري باتجاه منطقة الباب. نحن نعلم أنه خلال اليومين الماضيين استطاع الجيش العربي السوري أن يحرر العديد من المناطق والقرى والمواقع الهامة في هذا الاتجاه على اتجاه محور الباب. هناك قلق وخوف تركي أيضا من هذه المسألة، جميعنا ندرك بأن تركيا تريد الوصول إلى هذه المنطقة عبر جماعاتها الإرهابية أيضا بعد انسحاب داعش منها بالطريقة التي اعتدنا أن نراها أيضا عندما تتقدم تركيا وجماعتها كيف تنسحب داعش، كان هذا هو السيناريو أيضا المطلوب. هناك قلق من هذه المسألة أيضا، هناك قلق أيضا من أن يكون هناك طبعا قلق مبرر بالنسبة لهم أن الجيش العربي السوري لن يتوقف عند مسألة محاصرة المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون في شرق حلب، وإنما ولن يكتفي أيضا بتحريرها بل سيتقدم باتجاه الجنوب الغربي أيضا أو باتجاه الغرب باتجاه إدلب، وهذه المسألة أيضا ستعني بالنسبة لهم انتهاء مشروعهم بشكل كامل. وبالتالي هناك العديد من الأسباب التي دعتهم لأن يشنوا هذا الهجوم الأخير كما أسميته لك قبل قليل، إنه المحاولة الأخيرة بالنسبة لهم، فإما أن تنجح وهي لن تنجح بالتأكيد، وإما تفشل ويفشل المشروع كاملا، وهذا ما سيحصل وهذا ما سنرى جميعنا في الأيام القادمة بالتأكيد. نعم، سوف نتابع الحديث في الميدان وسوف نتطرق أيضا إلى جبهات أخرى ضمن الخارطة الميدانية، حيث أكد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة تواصل تقدمها على اتجاه خان الشيح بريف دمشق وتحكم سيطرتها على خط أشرفية العباسية شرق الزعرورة. إضاءة للتطورات الميدانية نتابعها في هذا التقرير. على مختلف المحاور يتابع الجيش العربي السوري تقدمه في محاربة الإرهاب. وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة بسطت سيطرتها على مناطق تل شعير، مدرسة المشاك، سافين، معمل إسمنت المسلمية، كفر قارس تل سوسين في ريف حلب الشمالي بجبهة 6 كيلومترات وعمق 14 كيلومترا، وكبدت الإرهابيين خسائر كبيرة. وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية واصلت عملياتها على تجمعات ومحاور تسلل إرهابي جبهة النصرة، موسعة نطاق سيطرتها في منطقة خان الشيح بريف دمشق الجنوبي الغربي. مصدر عسكري أكد إحكام السيطرة على خط أشرفية العباسية شرق الزعرورة بعد تكبيد الإرهابيين خسائر في الأفراد والعتاد. رمايات نارية نفذها الجيش العربي السوري تركزت على تحصينات المجموعات الإرهابية في خان الشيح ومنطقة الخرابة في دروشة، أدت إلى القضاء على أعداد منهم وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم. وفي المنطقة الجنوبية دمرت وحدة من الجيش 3 طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية شرق بلدة إبطع بريف درعا، في حين تم استهداف تجمعات الإرهابيين وتحركاتهم غرب مخيم النازحين وجسر الغارية الغربية وجنوب بلدة النعيمة وفي غرز وطريق داعل، وكذلك بمحيط خربة غزالة وإبطع وداعل وتل السمن ودرع البلد، ما أدى لمقتل عدد من الإرهابيين وتدمير دبابة وعربة مدرعة وعربتين مزودتين برشاشات. وحدات من الجيش وجهت رمايات من سلاح المدفعية على تحصينات وتجمعات إرهابي جبهة النصرة وغيره من التنظيمات المنضوية تحت مسمى جيش الفتح بالقرب من الحدود الإدارية المشتركة لمحافظتي حماة واللاذقية.
أعود إليك دكتور سمير ونبقى في الإطار الميداني. كنت أتحدث عن الجزئية المتعلقة باستئناف الضربات الروسية على مواقع الإرهابيين. هل سوف تستأنف هذه الضربات الروسية على مواقع الإرهابيين في المرحلة المقبلة في ضوء التصعيد الحاصل بغطاء من واشنطن وفي ضوء نقد الولايات المتحدة الأمريكية لكل الاتفاقات مع الروسي وعدم التزامها بأي من هذه الاتفاقات؟ بالتأكيد يعني الآن الأوضاع الميدانية إذا ما بقيت على حالها في منطقة حلب وعدم اكتراث الولايات المتحدة الأمريكية الآن مما يجري من استخدام لهذه الأسلحة المحرمة دوليا ضد المدنيين والعسكريين، لابد من أن تقوم القيادة العسكرية الروسية بحل هذه المشكلة. حل هذه المشكلة يأتي بالضغط الكثيف وبمواصلة الهجمات يعني بطريقة يعني تؤمن يعني بحيث تجتذب المسلحين والجماعات المسلحة إلى أماكن بعيدة نوعا ما عن المدنيين من أجل يعني الحفاظ على أمن وسلامة المدنيين، لأن كما نعلم في حلب هناك يعني آلاف المدنيين الذين تتخذهم الجماعات المسلحة كدروع بشرية. يعني لهذا السبب هناك تباطؤ يعني في عملية تحرير هذه المناطق، وهناك يعني تأني في استخدام السلاح الجو والمدفعية الثقيلة حتى لا تقع خسائر من جانب المدنيين. ونحن نعلم الآن أن روسيا والدولة السورية تتعرض لهجوم ليس فقط عسكريا من قبل الجماعات المسلحة، وإنما إلى هجوم إعلامي كثيف وتشويه للسمعة واستغلال لكافة الجرائم التي تحدث في سوريا التي يقوم بها الإرهابيون والجماعات المسلحة وتنسب إلى القوات السورية وإلى القوات الروسية. ومن هنا يعني لابد من توضيح الأمور لما يجري الآن، وعلى كافة يعني على الجيشين العربي السوري والقوات الروسية الداعمة له أن تقوم بقطع كافة طرق المواصلات التي يستخدمها الإرهابيون والجماعات المسلحة حتى لا تتمكن من الحصول على أسلحة جديدة ويعني لاستخدامها في هذه المعارك. لأن الأوضاع الآن إذا ما بقيت على حالها في سوريا وفي منطقة حلب فسوف يبقى المواطن السوري والمدنيين السوريين هم يدفعون الثمن، والجماعات المسلحة هي التي تكسب إذا ما استمر هذه الحالة إلى وقت طويل. لذلك أنا أعتقد أن القيادة الروسية والدولة السورية سوف تحسم هذه الأمور في أسرع وقت ممكن حتى تبدأ يعني لأن هناك جبهات أخرى في انتظارها، لأنه لا يمكن فقط البقاء في منطقة حلب وترك الشمال السوري للقوات التركية والجماعات التي تتعامل معها، وأيضا المناطق الشرقية التي من الممكن يعني أن تكون بمثابة ملجأ للإرهابيين الذين يمكن أن يفرون من العراق وخاصة وسوف نتطرق إلى هذه الجزئية بالتحديد في محورنا الثاني ما يتعلق بانتقال الإرهابيين من العراق إلى سوريا. بالحديث عن هذه النقطة بالتحديد فيما يتعلق بحلب، كيف سيترجم اللقاء الثلاثي في موسكو أستاذ باسم بين وزراء خارجية سوريا روسيا وإيران في الميدان؟ كيف ستكون ترجمته في الميدان وبالتحديد في حلب؟ المعلومات تقول بالإضافة إلى التحليل المنطقي أيضا يقول بأن الرد سيكون ميدانيا بطبيعة الحال، لأن التحرك أو الفعل ميداني ورد الفعل بالتأكيد سيكون ميدانيا، وسنشهد عودة تفعيل العمليات العسكرية المشتركة في هذه المنطقة تحديدا لتصفية كل هذه المواقع والتجمعات الإرهابية في هذه المنطقة، ويتلوها أيضا مسألة إعادة تحرير المناطق الشرقية من مدينة حلب، تمهيدا للبدء بمجموعة من العمليات الأخرى على الاتجاهات الشمالية والشمالية الشرقية والجنوبية الغربية أيضا من حلب أيضا بالتأكيد. نعم، أعود إليك دكتور سمير. إذا أردنا أن نتحدث عن المرحلة المقبلة في هذا الإطار، الأمور ذاهبة باتجاه الحسم؟ بالتأكيد الأمور ذاهبة باتجاه الحسم، ونحن نعلم اليوم أن القيادة العسكرية الروسية قالت يعني جندت العديد من طائرات الاستطلاع والوحدات الاستطلاع والمخابرات على كافة على امتداد الحدود السورية العراقية من أجل رصد أي تحرك للإرهابيين من منطقة العراق باتجاه سوريا. وأيضا أنا أعتقد أن الجبهة الجنوبية أيضا هي الآن تحت المراقبة، وهناك يعني لا يستبعد أن إذا ما تم القضاء على الجماعات أو الضغط على الجماعات المسلحة في منطقة حلب
أن يتم إشعال الجبهة الجنوبية. يعني كل الجبهات في سوريا الآن هي يعني معرضة للاشتعال، لأن كل حتى الآن الدول الإقليمية لا تسلم بهزيمتها في سوريا، إنما سوف تواصل دائما الاستفزازات والقيام بأعمال يعني تخريبية عبر الجماعات المسلحة من أجل قطع الطريق على الحل السلمي، وعلى إذا ما يعني إذا ما أقدمت الدولة السورية والجماعات يعني التي تعتبر معارضة التي تسلم بالحل السلمي والتي يمكن أن تلقي السلاح في أي مؤتمر للمفاوضات، يعني هذه كل هذه الهجمات العسكرية تأتي لمنع أي حل سياسي في سوريا، وإنما لا تزال هذه الدول يعني تؤمن بأنه يمكن الحل العسكري، لذلك هي تماطل وتستخدم الوقت فقط، يعني سلاحها الوحيد هو الوقت، وللأسف أن الوقت هذا يعني يؤدي إلى العديد من الخسائر وتدمير في المؤسسات الدولة السورية. نعم، الدكتور سمير تحدث عن جبهات أخرى، لو نضيء عليها أستاذ باسم، ومن هنا أهمية أن نضيء على الحاصل في ريف دمشق. وحدات الجيش تواصل التقدم على اتجاه خان الشيح بريف دمشق وتحكم سيطرتها على عدد من النقاط. الأهمية في ذلك، بالإضاءة على جانب آخر أيضا وهو تعزيز المصالحات، وشاهدنا المشهد يتعمم بعد الدرجة في أكثر من منطقة. صحيح. أولا أود فقط أن أضيء على مسألة هامة جدا فيما يتعلق بالسؤال الذي كنت تتحدثين حوله قبل قليل، وهو ماذا سيحصل بعد أيام. أقول لك بأن حاملة الطائرات الروسية كوزينتسوف يعني بالتأكيد هي لم تأتي إلى المنطقة لكي يستمتع طاقمها بحمام شمسي في هذه المنطقة. هناك استعدادات حقيقية، هناك جهوزية عالية أيضا للقيام بعمل ميداني كبير قادم ستكون لروسيا دور كبيرا فيه، وسيكون للجيش العربي السوري بالتأكيد هذه مسألة المفروغ منها هو الدور الرئيسي والحاسم على الأرض. أيضا هناك سيكون هناك تحركات في جبهات لم تكن في حسبان الجماعات الإرهابية ومشغليها أيضا بالتأكيد. فيما يتعلق بمنطقة خان الشيح، الجيش العربي السوري خلال الآونة الأخيرة استطاع تحقيق إنجازات كبيرة جدا في هذه المنطقة، استطاع فصلها عن منطقة زاكية، وهو سيناريو يعيدنا بالأذهان إلى سيناريو المعظمية ودارية، عندما تم فصل منطقة المعظمية عن دارية من قبل وحدات الجيش العربي السوري، لتقوم بعدها وحدات الجيش العربي السوري بتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية الموجودة في دارية، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى استسلام هذه الجماعات وخروجها من دارية بشكل نهائي. هذا السيناريو يتكرر أيضا في منطقة خان الشيح، وأعتقد بأن الخواتيم ستكون نوعا ما مشابهة لما جرى في دارية. طبعا هذه المسألة هنا، هذه المنطقة منطقة خان الشيح تحمل أهمية كبيرة جدا، لأنها تقع على الطريق الواصل باتجاه محافظة القنيطرة، التي جميعنا نعلم أنه خلال الآونة الماضية كان هناك عمليات إرهابية مكثفة باتجاه القنيطرة وباتجاه حضر وبعض القرى أيضا لتحقيق إنجازات في هذا الصعيد. تحرير منطقة خان الشيح وتحرير الطريق الواصل باتجاه القنيطرة هو مسألة هامة جدا، وسيؤدي في نهاية المطاف إلى وصول وحدات الجيش العربي السوري واندفاعها باتجاه المنطقة، منطقة القنيطرة، وتطهير هذه المنطقة بشكل كامل من العصابات الإرهابية المسلحة. هناك أيضا طبعا منطقة الجنوب كما تفضلت وذكرت، أي منطقة درعا على وجه الخصوص. هذه المنطقة جميعنا نعلم بأنه كان هناك عمليات إرهابية سموها عواصف الجنوب 1 و2 و3 و4، وجميعنا نعلم كيف كانت نهايتها بالنسبة لهم، نهاية مأساوية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وتم سحقهم بالكامل تحت أقدام رجال الجيش العربي السوري. هذه المسألة وضعت في حسبانهم أن أي عملية عسكرية بالنسبة لهم في هذه المنطقة ستكون الأخيرة، وبالتالي هم يماطلون في هذا الاتجاه لأنهم يعلمون إلى ما ستؤول إليه أي عملية عسكرية يفتحونها. لكن بالتأكيد الممسك بزمام المبادرة في هذه الجبهة هو الجيش العربي السوري، ونوجه التحية بالمناسبة للوحدات العاملة في تلك المنطقة ولكل وحدات الجيش العربي السوري، لكن في هذه المنطقة بالتحديد استطاعوا حقيقة أن يقدموا نموذجا مثاليا لكيفية التصدي لهذه الهجمات الإرهابية وسحقها تماما وبشكل كامل. أيضا هذا السيناريو سنشهده أيضا في حلب وفي كثير من المناطق. متابعة لهذه التطورات ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من لندن الدكتور باسم أبو طبيخ الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك دكتور باسم. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا بك دكتور باسم. تحدث عن تصعيد إرهابي حاصل في حلب وجريمة جديدة يرتكبها الإرهابيون اليوم باستخدام الغازات السامة، ما الذي يعمل عليه مشغلو الإرهاب والأمريكي بالتحديد من خلال هذا التصعيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدي قناتكم الموقرة أهلا بك. والضيوف الكرام. ابتداء تعلمون كلما تكون الضربات موجعة للإرهابيين هم حقيقة ردات فعلهم تكون عبر المناطق المدنية الأهلة بالسكان أو المناطق التي توجد لديهم فيها حاضنات. هذه هي السياسة المتبعة، لكن بالنتيجة اليوم حقيقة الصمود الشقيقة العربية السورية في مقاومة هذه الجرثومة المستشرية على عموم المنطقة والعالم اليوم حقيقة، وفشل مشروع من يمدها باللوجستي ومن يمدها بالأفكار المتطرفة الحقيقة. هذا المشروع اليوم صمود العربية السورية المتواصل هو ما جعل العراقيين أيضا ينتصرون ويقفون أمام هذه الأزمة الإرهابية، وإلا لكنا بصراحة أقولها كان مخطط بعد عملية الموصل أن يقسم العراق وثم يبدأ التقسيم للمنطقة وما هو مرسوم من قبل الإدارة الأمريكية وحلفائها. لكن اليوم المشروع حقيقة وقف وتجمد، وذلك لصمود أبناء المقاومة في المنطقة من الجيش العربي السوري والقوات القتالية الرسمية العراقية والحشد الشعبي وكل مسمياتها. نعم. هي تتحدث وجغرافيتها. نعم. أنتقل إليك دكتور سمير. دكتور سمير، بالحديث عن التصعيد الحاصل بين موسكو وواشنطن، كيف سيتطور هذا التصعيد؟ خاصة أننا نتحدث اليوم نحن على أبواب الانتخابات الأمريكية، هل المواجهة مؤجلة حتى للإدارة الأمريكية المقبلة؟ بالتأكيد، يعني الإدارة الأمريكية الآن هي مشغولة في مسألة الانتخابات القادمة، لذلك يعني يبدو أن روسيا سوف يعني الهدف من وجود روسيا في سوريا هو محاربة الإرهاب. وروسيا إن كانت هذه الإدارة الأمريكية الجديدة أو المستقبلة يعني القادمة، إذا قامت بالتعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب فهذا يكون شيء جيد. أما إذا أصرت الإدارة القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة النهج الحالي التي تتبعه في سوريا وفي المنطقة بشكل عام، يعني هذا لم يؤثر على الأوضاع كثيرا، لأن روسيا هي مصممة على يعني هي مصممة على القضاء على الإرهاب في سوريا، لأن لا يعني لا يوجد مجال للتراجع عن ذلك. لأن إذا تراجعت روسيا عن هذا الهدف، هذا يعني أن الإرهاب سوف ينتشر ليس فقط في سوريا ولبنان وإنما في الشرق الأوسط، وسوف يتمدد كما يعني مخطط له وكما كان هو الهدف الرئيسي منه إلى جمهوريات آسيا الوسطى، أي الجمهوريات التي كانت سابقا في عداد جمهوريات السوفيتية. وهذا سوف يؤدي إلى يعني وجود نزاعات قريبة من روسيا، وسوف تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد حققت يعني الهدف الأساسي من كل هذه الحروب التي تأتي، هو إلهاء روسيا عن إعادة التوازن، عن إعادة يعني عن منع سياسة القطب الواحد في كما نعلم في المجتمع الدولي الآن. إذن هدف الولايات المتحدة الأمريكية هو إحداث يعني نزاعات على الحدود الروسية، وحتى ولو كانت في قلب روسيا أي في منطقة القوقاز، من أجل إنهاء روسيا عن ذلك. روسيا تعلم ذلك بشكل جيد، لذلك لا تراجع لروسيا عن هدفها في سوريا، وهو القضاء نهائيا على هذه الجماعات المسلحة ويعني وإيجاد تربة خصبة من أجل الحل السياسي السلمي في سوريا وفي كافة المناطق. نعم، أبقى في ذات النقطة وأقولها إليك أستاذ باسم، ما الذي تعمل عليه الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة؟ تحدث عن ذلك دكتور سمير، قال بأنها تريد إبقاء الأمور كما هي عليه من أجل المزيد من الاستنزاف لروسيا وحلفائها أيضا. كيف سيكون الرد من جانب روسيا ومن جانب كامل محور المقاومة أيضا؟ أولا دعيني أنوه إلى مسألة هامة ذكرها الدكتور العزيز، وأنا أقول فيها بأنه لن يصل إلى سدة الحكم في البيت الأبيض من هو مستعد لمحاربة الإرهاب بصدق أو التعاون مع روسيا في هذا الإطار إطلاقا. هذه مسألة محسومة، لن يصل إلى البيت الأبيض من هو مستعد لفعل هذا الشيء، ولن يصل إلا من هو مستعد للاستمرار في النهج الذي وضع للإدارات الأمريكية السابقة من خلال دعم الإرهاب، خلقه أولا ودعمه والسماح بانتشاره ثانيا والتغطية عليه بكل النواحي بما فيها المجالات السياسية أيضا. هذه من ناحية. الإدارة الأمريكية اليوم تقوم بعملية
مماطلة أولا من جهة، من جهة ثانية كما نعلم بأن توقيت إعلان توقيت العملية في الموصل بالإضافة إلى الحديث عن عملية أيضا في الرقة، هذا التوقيت بالنسبة لهم هام جدا، لأنهم يريدون نصرا هاما يمكن استغلاله وصرفه في الانتخابات الأمريكية القادمة لتدعيم حظوظ المرشح الديمقراطية في هذا الإطار. بالنسبة لرد الفعل الروسي والسوري، هناك وضوح في الرؤية، دعيني أقول بالنسبة لروسيا وسوريا أيضا المتحدان تماما على كافة ومجمل القضايا والملفات الموجودة على الطاولة. أيضا هناك مساران نسير بهما، المسار الأول هو مكافحة الإرهاب، وهذا المسار لا رجعة فيه ولا نقاش فيه ولا مساومة عليه إطلاقا، هذه المسألة مفروغ منها، محاربة الإرهاب وكافة التنظيمات الإرهابية أينما وجدت على الأرض السورية والقضاء عليها، هذه مسألة. الاتجاه الآخر هو الشروع بحوار سياسي سوري سوري حقيقي على طاولة مفاوضات تتبنى طروحات وآراء وأمنيات جميع السوريين دون استثناء، ولكن تحت سقف الوطن الواحد وتحت المبادئ الوطنية التي تجمع السوريين على اختلاف انتماءاتهم. بالتأكيد هذا هو الإطار العام للرؤية الروسية السورية في هذا الإطار. نعم. هناك في كل مرحلة يكون فيها تقدم للجيش العربي السوري على الأرض في أي منطقة ما، يكون هناك رد فعل مقابل، محاولة لنزع هذه أو تشويه هذه الانتصارات ومحاولة عرقلتها، لأنها بالنسبة لهم تعني فشل مشروعهم. بالتأكيد المشروع هذا يتضمن أن يكون هناك هذه التنظيمات الإرهابية أن تبقى موجودة. سابقا خلال الأعوام الأولى كان المطلوب من هذه التنظيمات أن تصل إلى سدة الحكم في سوريا وأن تمسك بزمام الأمور على كامل الجغرافيا السورية، بعد عامين من ذلك اقتنع مشغلوهم بأنهم غير قادرين إطلاقا على تحقيق هذا الأمر، وبالتالي انتقلوا إلى هدف آخر متمثل في أن يكونوا هم ورقة لهم في أي مفاوضات مقبلة، ليكونوا هم حصان طروادة التي تدخل بها الولايات المتحدة الأمريكية إلى البيت الداخلي السوري أينما شاءت ووقت شاءت وكيفما شاءت لاحقا بعد إنجاز هكذا تسوية. بالتأكيد هذه المسألة مكشوفة بالنسبة لنا ومعروفة أيضا. المسألة بالنسبة لنا هي خلال الفترة الماضية كانت مسألة سحب الذرائع من الإدارة الأمريكية وكل من يدور في فلكها من الموافقة على الهدنة التي انتهت طبعا كما نعلم قبل أيام، ووصولا حتى إلى التأكيد مرة جديدة على أن القيادة السورية مستعدة دائما للحوار وأن تكون هناك إيقاف للعمليات القتالية لكن بشكل جدي، مع شرط أيضا مكافحة التنظيمات الإرهابية المتفق عليها من قبل جميع الأطراف على الأرض السورية، وهو الأمر الذي ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية كما نعلم رفضا قاطعا، لأنها تعلم بأنها إذا ما تم القضاء على هذه التنظيمات وعلى رأسها جبهة النصرة ستنهار كل الجبهات التي تعول عليها الولايات المتحدة الأمريكية لأن تكون ورقة في يدها في أي مفاوضات قادمة. نعم. أعود إليك دكتور باسم بالحديث عن موسكو واشنطن، انعدام للثقة، تصعيد حاصل بين الطرفين، وبالرغم من ذلك لم تنقطع الاتصالات بينهما، هل بالإمكان احتواء هذا التصعيد أم أن التسويات تبقى بعيدة في هذه المرحلة؟ الحقيقة السؤال مهم وخطير للغاية. أولا الصراع في المنطقة هو في السابق، وتعلمون لو تلاحظين منذ تغيير النظام العراقي نظام صدام حسين السابق هو نفس الحلفاء ونفس الأدوات، لو تلاحظين فقط هناك التسميات تختلف، محورين، محور حقيقة فقد الفعالية السياسية وبدأ يتخبط وخسر اقتصاده، علما أنه أكبر اقتصاد في المنطقة يعتبر عالميا للعربية السعودية، اليوم هي حقيقة مدانة وتستدين أموال لاستمرارية بقائها في الوجود، هذه نقطة. النقطة الأخرى خسرت أغلب حلفائها، هذا على مستوى الإقليمي أي حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك اقتنعوا بعد الاتفاق النووي الإيراني 5+1 اقتنعوا أن هناك توازن ردع في المنطقة مثل ما حصل في باكستان والهند عندما أنشأت الباكستان مفاعل النووي، اليوم رغم أن سلمية المفاعل النووي الإيراني هناك أيضا مفاعل نووي إسرائيلي، أي أن إسرائيل اقتنعت أن هناك توازن ردع في المنطقة، وهذا حقيقة ليس من السهل القناعة الإسرائيلية أيضا في المنطقة أو قناعة الكيان الصهيوني. هنا نقطة، أمريكا تعتبر بعد دخول العراق تعتبر هي القطب الأوحد في العالم، لكن اليوم بعد الفيتو الروسي الصيني حقيقة تغيرت الأوراق، أيضا أوباما اعترف أن أمريكا لم تعد هي القطب الأوحد في العالم،
هذا يعني أن هناك صراع في المنطقة، هناك مصادر طاقة. أمريكا ذهبت إلى أفغانستان اللي هي حدود الصين حقيقة للسيطرة على مصادر طاقة هناك، وأيضا إلى العراق باعتبار أن العراق آخذ برميل نفط سيخرج من العراق، ناهيك عن الدول التي هي أيضا تسيطر على القرار السياسي والقرار الاقتصادي مثل العربية السعودية وباقي دول الخليج. أكذوبة داعش أو صناعة داعش حقيقة في المنطقة، اليوم نحن من يدفع ثمن هذه الفاتورة الباهظة. هناك أيضا مشاريع رسمت وأجلت، خرجت الولايات المتحدة نهاية 2011، عادت لنا من جديد بتحالف دولي. الروس دخلوا عمليا إلى المنطقة، وهناك أيضا مسار سياسي بنفس المسار العسكري هو جنيف 1 و2 و3، لكن حقيقة استمرار استنزاف المنطقة، لأن المنطقة صامدة، نقولها بصراحة المقاومة صامدة، لذا لن تجي طاولة حوار حقيقية في الوقت الحاضر، أي أن الأمريكان لم يصلوا إلى ما يصبون إليه، لا في العراق ولا في سوريا ولا في اليمن ولا كل هذه، حتى على مستوى حكومة لبنان نقولها بصراحة، أو دخول الجيش درع الجزيرة إلى البحرين، كل هذه التداعيات اليوم هناك أيضا خطوط عامة على المسار العام. كذلك الحليف حليف الناتو اللي هي تركيا أيضا دخلت إلى سوريا، حبست، فتحت معسكرات لجوء في الداخل السوري أطماعها العثمانية. سوف نتوسع في هذا المحور دكتور باسم لو سمحت لي. نعم سوف نتوسع في هذا المحور وفي محاور أخرى أيضا في الجزء الثاني من استوديو الحدث. نشكركم حتى هذه اللحظة ضيوفنا الكرام، وندعوكم للتفضل بالبقاء معنا لنناقش بقية ملفات الحدث. صدق زغاريدهن، وصدق أبي حين ينظر في صورتي باكيا، كيف بدلت أدوارنا يا بني وسرت أمامي، أنا أولا وأنا أولا. أما الآن ننتقل إلى غرفة الأخبار للاطلاع على أهم التطورات مع الزميلة كاترين عظيمة. مساء الخير كاترين. مساء النور سناء. آخر المستجدات نبدأ مباشرة من فلسطين المحتلة، حيث اقتحم مستوطنون إسرائيليون مجددا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة عناصر من قوات الاحتلال التي انتشرت في باحات المسجد. وتصدى المصلون الفلسطينيون لمحاولات المستوطنين الإسرائيليين أداء طقوس تلمودية استفزازية. في غضون ذلك واصلت سلطات الاحتلال منع المقدسيين من دخول المسجد الأقصى المبارك. وفي غزة استهدفت قوات الاحتلال بنيران أسلحتها الرشاشة المزارعين ومنازل المواطنين الفلسطينيين على طول الخط الفاصل، في حين استهدفت زوارق الاحتلال الصيادين الفلسطينيين ومراكبهم بالأسلحة الرشاشة. ارتفع عدد ضحايا غارات طيران النظام السعودي على مبنى سجن الزيدية في محافظة الحديدة اليمنية إلى 60 شهيدا و38 جريحا، في حين شن طيران العدوان 4 غارات جديدة على منطقة حجلان بمديرية سرواح في مأرب. وردا على العدوان استهدفت القوة الصاروخية اليمنية موقع المعنق وجحفان والمصفق وبرج موقع الدخان في جيزان السعودية، كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعا لجنود النظام السعودي في معسكر قزع بصلية من صواريخ الكاتيوشا، إضافة لاستهداف تجمع آخر لمرتزقة في موقع الجاوية بصاروخ، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.
في خبرنا الأخير، قتل 6 إرهابيين و4 جنود مصريين في عملية أمنية شنها الجيش المصري في مناطق العريش ورفح والشيخ زويد في سيناء. وقال متحدث باسم الجيش إن القوات المسلحة مدعومة بعناصر من الشرطة واصلت استكمال فرض السيطرة الأمنية الكاملة على المدن والقرى في سيناء، القبض على عدد من المطلوبين والمشتبه بتورطهم في عمليات، كما دمرت مخزنا يحتوي على مواد متفجرة وعدد كبير من العبوات الناسفة. كانت هذه أخبارنا، نعود إليك سناء. شكرا لك كاترين. استعادت القوات العراقية السيطرة على 61 قرية، كما قضت على 100 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي منذ انطلاق عملية الموصل أو عمليات تحرير الموصل بمحافظة نينوى. مسار ترسخه القوات العراقية في المعركة التي انضم إليها الحشد الشعبي، مرسخا وحدة العراقيين بوجه الإرهاب المدعوم تركيا وسعوديا وقطريا تحت المظلة الأمريكية الغربية. خطوات متلاحقة تؤكد التقدم الذي تحرزه القوات العراقية باتجاه الموصل في ظل موقف عراقي ثابت يرفض تصريحات رئيس النظام التركي ويشدد على أنها تدخل سافر في الشأن الداخلي، مؤكدا أن القوات التركية في شرق الموصل هي قوات احتلال. في وقت تتقدم فيه القوات العراقية لتحرر الموصل من الإرهاب وتتقدم في عمق المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي في الموصل من الاتجاهات الجنوبية والشرقية والشمالية، ليأتي قرار الحشد الشعبي بالتحرك في اتجاه مدينة تل عفر، معقل التنظيم غرب الموصل من مواقعه جنوب المدينة، حيث ذكر في بيان أن تل عفر من بين المدن التي ستسعى القوات المشتركة لاستعادتها من أيدي التنظيمات الإرهابية لقطع إمداد الإرهابيين بين الموصل والأراضي السورية وتضييق الخناق عليهم. تل عفر تحتل موقعاً جغرافياً مهماً، فهي تقع على مسافة نحو 50 كيلومتراً غرب الموصل التي استولى عليها داعش عام 2014، وقد حررت قوات الحشد 7 قرى ضمن المحور الجنوبي الغربي للموصل وتمكنت من إحراز تقدم بقدر 35 كيلومتر باتجاه غربها. من جانب آخر، أعلنت خلية الإعلام الحربي عن تحرير 4 قرى ضمن المحور الجنوبي الغربي لمحافظة نينوى، مشيرة إلى أن القطاعات مستمرة بالتقدم لتأمين التنسيق مع المحور الغربي. كما أعلن قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري تحرير ناحية الشورى جنوبي الموصل بالكامل. مسلسل التفجيرات الإرهابية في العراق يعود لينغز جو الحياة العامة في بغداد. فقد فجر انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه قرب مقهى البيروتي وسط بغداد بعد أن تصدى له أحد عناصر القوات الأمنية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح، وكان 7 أشخاص سقطوا وأصيب 20 آخرون بجروح جراء تفجير إرهابي نفسه بحزام ناسف أسفل جسر جابر بن حيان في منطقة الإسكان وسط العاصمة. متابعة لهذا الملف، نرحب مجددا بضيوفنا الكرام في استوديو الحدث، الأستاذ باسم شحاوي الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك من جديد أستاذ باسم، وعبر خدمة سكايب من لندن الدكتور باسم أبو طبيخ الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك من جديد دكتور باسم، أهلا بك. ومن موسكو الدكتور سمير أيوب عضو المجلس الثقافي الروسي العربي، نجدد التحية لك. وأبدأ معك أستاذ باسم بالحديث عن الأهمية اليوم وتوحيد الجبهات. اليوم هناك تواصل تداخل في الجبهات بين العراق وسوريا، العمليات مستمرة باتجاه عمليات تحرير الموصل، أتحدث تطورها وهو إعلان الحشد الشعبي الاتجاه نحو تل عفر معقل تنظيم داعش الإرهابي غرب الموصل. تمام. أهمية ذلك لقطع طريق على المخططات الأمريكية الهادفة إلى تمكين إرهابي داعش من الخروج من الموصل إلى سوريا. نعم بالتأكيد، أولا هذه النقطة هامة جدا وأشكرك على إثارتها، وهذا ما كنت أود حقيقة التركيز حوله، بأن هذه المعركة وكل ما يجري
إن كان في العراق أو سوريا ويثبت بأنهما ميدان واحد وليس ميدانين مختلفين. نعم. الاتصال الجغرافي وحتى ضمن الخطة الموضوعة لهما هي خطة واحدة وضعها المخطط الصهيوني ضدهما، وهذه الخطة أساسا تتطلب أو تهدف في النهاية إلى أن يكون هناك كيان عدائي تجاه محور المقاومة موجود في شرق سوريا وغرب العراق، ويشكل جدارا فاصلا ما بين بغداد وطهران من جهة ودمشق والضاحية الجنوبية بيروت من جهة أخرى. بالتأكيد هذا هو الهدف. طبعا هنا قد يتساءل البعض أيضا، لماذا إذا كان داعش هو هذا الجدار المطلوب، لماذا ساعدت واشنطن ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية في عين عرب وفي أكثر من مكان، ثم ساعدت تركيا أيضا التي نعرف علاقاتها بداعش، ساعدت عصاباتها الإرهابية في السيطرة على جرابلس ويتوعدون بالسيطرة على مناطق أخرى؟ أقول لأن السبب بكل بساطة هو أن داعش أساسا لم تكن سوى حصان طروادة الذي من خلاله يجب أن يدخل هؤلاء بحجتها إلى هذه المنطقة، ولا يهم حقيقة من ينشئ هذا الكيان أو من يكون هو الموجود ضمن هذا الجدار أو الكيان العازل ما بين سوريا والعراق. المهم أن يكون عدائي تجاه محور المقاومة وتجاه باقي، ودعيني أقول تجاه العروبة بشكل عام. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، ما يقوم به الحشد الشعبي أيضا العراقي عندما قام بفتح الجبهة الجنوبية باتجاه الموصل أيضا وصولا إلى تل عفر، لأن المسألة واضحة ومعروفة تماما. تحدث عن غرب الموصل. نعم نعم بالتأكيد باتجاه الجنوبي الغربي. أعتقد بأن المسألة واضحة للجميع، الهدف كان هو أن يتاح لتنظيم داعش الانسحاب بهدوء وبسلام كما قام بتسليم العديد من المناطق للأتراك في الآونة الأخيرة، الانسحاب بهدوء وسلام باتجاه المنطقة الغربية من العراق وصولا إلى الحدود وانتقالا باتجاه منطقة الرقة وباقي المناطق أيضا. نعم. أيضا لكي يتم استبداله لاحقا بتنظيمات أو جماعات تناسب وتوائم وتلائم المخطط الأمريكي الصهيوني في هذه المنطقة. هذه المعركة معركة هامة جدا في الحقيقة، وهي طبعا أنا أشرت إلى هذه المسألة، التوقيت كان مهما بالنسبة للإدارة الأمريكية، توقيت انطلاق هذه المعركة، وهي كانت تعرقل بالمناسبة أن يتم انطلاق هذه المعركة. ودعوني أذكر بالتصريحات الأمريكية عندما كان يتحدث المسؤولون الأمريكيون بأن عملية تحرير الموصل ستأخذ سنوات طويلة. صحيح. لماذا؟ لأنهم كانوا ينتظرون اللحظة المناسبة التي يعطون فيها الضوء الأخضر لهذه العملية. طبعا القوات العراقية بمشاركة الحشد الشعبي، هذه الأمور كلها بالنهاية تعني ما يعنيهم في النهاية هو تحرير وطنهم، تحرير بلدهم من هذه العصابة المجرمة التي تأتمر بأوامر الولايات المتحدة الأمريكية ويحركها آل سعود ونظام الأردوغاني في هذه المنطقة. هذا ما يهمهم. وبالتأكيد أعتقد بأن ما يهم أيضا أن نشير إليه إلى ضرورة أن يكون هناك تنسيق عالي المستوى إلى حد بعيد ما نعم. بين سوريا والعراق في بين هذه بغداد النقطة ودمشق. نعم. سوف أعود إلى هذه النقطة الهامة. أنتقل إليك دكتور سمير. دكتور سمير، مفاعيل اللقاء الثلاثي فيما يتعلق بتعزيز التعاون ضمن غرفة عمليات بغداد لمنع انتقال الإرهابيين بين البلدين. نعم، يعني لا يمكن الفصل بين العمليتين العسكريتين في سوريا والعراق، هي عملية واحدة ولكنها ضد الجماعات الإرهابية المتواجدة في الدولتين. يعني روسيا هي من البداية كانت تدعو جميع الدول التي تدعي أنها تريد محاربة الإرهاب على إنشاء مراكز تنسيق مشتركة بين الجميع من أجل تسهيل عملية القضاء على هذه المجموعات، ويعني وتبادل الاستخبارات والمعلومات عن تحركاتها في كل من سوريا والعراق وحتى في مصر إذا كان بالإمكان، لأن كل هذه الدول تعاني من هذه الجماعات المسلحة وهذه الجماعات الإرهابية. المشكلة ليست في هذه الدول، وأن المشكلة في الدول الداعمة لهذه الجماعات. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لو كانت هي حقيقة تريد محاربة الإرهاب لكانت أقامت، يعني لكانت اشتركت في غرفة التنسيق القائمة الآن بين روسيا وسوريا والعراق من جهة من أجل محاربة هذه الجماعات، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تدور في فلكها ترفض هذا بشكل قاطع، لأنها لا تريد إشراك لا سوريا ولا هذه الدول في محاربة الإرهاب، لأنه هدف هذه الدول ليس محاربة الإرهاب، يعني الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تدور في فلكها، وإنما هدفه فقط يعني إثارة النزاعات والقلائل في كل هذه الدول التي لا تخضع للسياسة وللإملاءات الأمريكية. يعني من هنا بقيت معركة الموصل كما ذكر ضيفك الكريم
إلى وقت محدد، لأن الولايات المتحدة الأمريكية منذ البداية كانت تمنع الجيش العراقي وكانت تقول أن يعني يمكن أن يكون هناك صراعات مذهبية أو صراعات طائفية إذا حاول الجيش العراقي استرداد الموصل. ولكن أنا أعتقد أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الآن سوف تفشل أيضا في الموصل، لأنه هدفها ليس القضاء على هذه المجموعات الإرهابية في الموصل أو حتى في سوريا، وإنما فقط استغلال هذه الأجواء إعلاميا من أجل يعني كما انتخابيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وإظهار للمواطن الأمريكي بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الآن تقاوم على جبهتين في الشرق، يعني هي تقاوم المجموعات الإرهابية وأيضا تقاوم كما تظهر للجمهور الأمريكي تقاوم يعني التمدد الروسي، أو كما أنها تصور أن روسيا هي العدو للولايات المتحدة الأمريكية وليس حتى الجماعات الإرهابية، لأن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية هي بإمكانها القضاء على هذه الجماعات في أي وقت إذا أرادت ذلك. أما بالنسبة لصراعها والتنافس مع روسيا ليس باستطاعتها يعني التغلب على روسيا بسهولة. من هنا تريد أن توضح إلى الجميع بأن العدو الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية هي روسيا، وكل ما تقوم به روسيا في الشرق أو في يعني في سوريا وفي وحتى في أوروبا أو في أوكرانيا هو محاولة اعتداء واحتلال ضد دول مستقلة. أشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا دكتور سمير أيوب، عضو المجلس الثقافي الروسي العربي. شكرا جزيلا لك. أعود إليك دكتور باسم ضيفنا من لندن. دكتور باسم، أهمية هذه العملية التي بدأها الحشد الشعبي باتجاه تل عفر لقطع الإمداد بين الموصل والرقة، وكذلك لإحباط ما يخطط له الأمريكي من تمكين الإرهابيين من الخروج من الموصل إلى الرقة؟ هناك حقيقة مسارين للجواب على هذا السؤال. أولا المسار الرسمي اللي هو تصريحات الحكومة العراقية بأن القوات وتركيا هي قوات احتلال. ثانيا البرلمان العراقي أيضا صوت بأغلبية على خروج هذه القوات. حاول الأتراك التوسط عبر الأمريكان، عبر وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر، وهو حقيقة أمريكا المفروض أن تكون لها دور أكبر من هذا، لكن ذكرتم ضمن سياق الحلقة أن هناك الانتخابات الأمريكية تريد تهدئة الأوضاع لحقيقة صناعة نصر للمرشح للحزب الحاكم لتستثمره في الانتخابات. نعم قد يكون تحرير الموصل ويرفع العلم في وسط مدينة الموصل، لكن تبقى جيوب لداعش على أساس أن المعركة داعش وبقاء داعش حقيقة هو لن ينتهي، لأن المشروع هو مستمر ولن ينتهي في هذه اللحظة الحاسمة. أو يكون هناك، أنا ذكرت عبر قناتكم، قد يكون مقتل شبيه لما حصل لبن لادن، مقتل للبغدادي أو صناعة المقتل دعائيا أو إعلاميا لكمان رسالة إلى الشعب الأمريكي وأيضا يستفاد منها. هذه نقطة. الأتراك حاولوا شرعنة وجودهم، لكن حتى الناتو تخلى وقال باعتبار أن تركيا هي ضمن حلف الناتو، قال أن الأتراك حقيقة لم ينسقوا معنا وهذه تصرفات دولة خاصة. أما بالنسبة لمدينة تل عفر حقيقة هي مدينة تقع ضمن المثلث العراقي السوري التركي، أي تبعد قرابة 50 إلى 60 كيلومتر بين تركيا وبين سوريا يعني، وكذلك يعني هذه المساحة حقيقية جدا قليلة. الحشد الشعبي هناك قراءة حقيقية ميدانية ولخبرته وخبرة القيادة، وأيضا هناك غرفة تعاون استخبارية بين هذه الدول، وحصل اجتماع قبل أيام في موسكو، أيضا هناك حصل اجتماع لا ننسى مقابل هذا الاجتماع وليس ردة فعل وزراء الدفاع اللي هي أمريكا في فرنسا، هذه أيضا الاتحاد الأوروبي، هذا أيضا هو يعكس معطيات المعركة وأهميتها وما هو تصريحات الرئيس الفرنسي في هذا الاجتماع، وأيضا مقابل ذلك هناك المعلومة الاستخبارية التي ذكرها الضيوف. هذه المعركة حدد الحشد الشعبي أنه سوف يمنع خروج الإرهابيين من الموصل إلى الرقة أو إلى سوريا. هذا تصريح كان واضح ورسالة وصلت إلى الأتراك، لكن اغتاظ الأتراك وانتفض وحاولوا صناعة حجج. أولا إيهام المجتمع الدولي أو المجتمع الإسلامي بأنهم يريدون حماية السنة من تصرفات الحشد الشعبي، وهذه حقيقة نكتة ساخرة. الشعب السوري هو أكثر من 20 مليون سني، مع احترامي للموجودين الباقين في سوريا، لكن تركيا من هي دمرت هذا المكون السني في سوريا وعبثت به وجعلته حقيقة يتشتت في أغلب الدول المجاورة. هذه نقطة. إذن هو بعيد كل البعد عن الحقيقة ما يشخص نفسه ويعين نفسه زعيما لسنة العالم. كذلك التصريح
لسنة العراق. إذن أين أنت من عندما ذبح التركمان في منطقة آمرلي وهم من الطائفة الشيعية؟ أنا أقول المسميات حتى نعري هذا الأردوغان الحقيقة العنجهي الذي هو يستفاد في خطاباته من التأريخ الحقيقة ومن الطائفية أو إثارة النعرات الطائفية. هذه المدينة اليوم يحررها أبناء الحشد الشعبي وهي مدينة خليط، لكن أغلبيتها أيضا مدينة تلعفر هي أغلبية تركمانية شيعية، وهناك أيضا تركمان سنة في المنطقة. إذن حصر هذه الجماعات وعدم جعلها شئنا أم أبينا أن العراق اليوم هو ضمن محور المقاومة. بصراحة نقول هذا التعاون هو نتج عن تواصل استخباري متواصل ومعلومات متواصلة من ضمن الغرفة الرباعية زائد واحد اللي هو حزب الله اللي هي سوريا إيران العراق وروسيا. كل هذه التداعيات اليوم أنتجت وأفرزت هذه العمليات، وهناك لغة متواصلة ومتناغمة لإيقاف المشروع وطموحات أردوغان في حلب وطموحات أردوغان في الموصل أيضا، مما يدعي تاريخيا وقد رد عليه السيد رئيس الوزراء العراقي. وأنا أقولها على شاشتكم، إذا كان هو يدعي أن العثمنة أو التاريخ له أولوية في إعادة الخريطة لهذه الدول، الرئيس العراقي السيد حيدر العبادي قال أن الدولة العباسية كانت عاصمتها بغداد، والأولى أن تعود كل هذه الدول إلى العاصمة العراقية، أي أن كلكم تابعون إلى بغداد. إذن لا صحة للتاريخ الذي يتحدث عنه. هناك دول لا نستطيع أن نقول اليوم يجب أن تعود الإسكندرونة ويجب أن تعود كل الدول التي حقيقة يقضمها أردوغان من الجغرافيا المجاورة. إذن الطموحات أردوغانية هي حقيقة طموحات شخصية لا تنم عن تطلعات الشعب التركي، وهو اليوم أكثر من 10,000 وظيفة يريد حقيقة إخفاؤها من وجودها ضمن الدوائر الرسمية التركية، وذلك لشك أنهم ينتمون إلى جولن. هذه التداعيات اليوم هو قمع الشعب التركي، يريد أيضا إعادة حكم الإعدام في تركيا، وهو حقيقة مخاوفنا كثيرة من تصرفات أردوغان وما فعل في شعبه عندما أراد حقيقة محاولة تغيير نظام الحكم. الجيش أيضا التركي ما فعل به أردوغان. كل هذه التداعيات اليوم، هذه التصرفات حقيقة تخيفنا، ويجب أن نأخذ الحيطة والحذر من هذه التطلعات، أو أما أن يكون هو أداة حقيقة ضمن المشروع الأمريكي. وبصراحة هو هذا أقرب جواب إلى أن تصرفات أردوغان وما يرد بعض الأمور التي حقيقة وضعته مرة أخرى في الحكم إلى حلفائه الوهميين بصراحة، لأنهم لا يريدون أردوغان قويا في المنطقة وإلا لجعلوه من الوحدة الأوروبية. لكن هذه الطموحات الخاصة به والعبث في الملفات كما عبث في سوريا ودمر اقتصادها حقيقة، كذلك العراق سرقة النفط من سوريا من الرقة بالذات عبر هذه الجماعات الإرهابية، وكان بطريق غير مباشر ويدعمهم ماديا لتواصلهم ولبقاء وجودهم في المنطقة. كذلك التعامل مع أكراد العراق لإعطائهم ما يسمى بطموحات الانفصال الإقليمي. كل هذه التداعيات أيضا، هناك مشاريع كبرى من الكونغرس الأمريكي يقول أنه يريد أن ينشئ إقليما لمسيحي العراق باعتبار أنهم اضطهدوا من الجماعات التي صنعتها الإدارة الأمريكية، وهكذا اعترفت المرشحة الأمريكية هيلاري كلينتون قالت بالفصيح we fund them we make them، يعني we make them and we fund them، يعني نحن عملناهم ونحن دعمناهم. كل هذه التداعيات اليوم هم من يحاربون هؤلاء، لكن هو حقيقة لعبة يستفاد منها الغرب أو تستفاد منها الإدارة الأمريكية، يستخدمها الأمريكي بالتحديد. نعم. للأسف أن الوقت قد تداركنا، أشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا الدكتور باسم أبو طبيخ الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من لندن. شكرا جزيلا لك دكتور باسم. أعود إليك أستاذ باسم في ذات النقاط التي تحدث عنها الدكتور باسم، تحديات كثيرة اليوم يواجهها البلدان، نتحدث عن العراق وسوريا، هل سنكون مع تنسيق أعلى في الفترة المقبلة لمواجهة هذه التحديات، لمواجهة المطامع التركية التوسعية، لمواجهة التحديات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وما يخطط له الأمريكي؟ نعم، هناك مستوى من التنسيق موجود حاليا ما بين سوريا والعراق، وما نعلم هي الغرفة المشتركة التي يتواجد غرفة فيها عمليات بغداد. نعم، غرفة عمليات بغداد، وهناك تنسيق بمستوى جيد حتى هذه الفترة في هذا الإطار، لكن نحن نطمح إلى أن يكون هناك تعاون كامل، بمعنى أن يكون هناك
غرفة قيادة عمليات مشتركة بما أنه مسرح عمليات واحد ومشترك. هذه النقطة التي نتحدث عنها، زائد بأن البلدان هما عمليا في عين الإعصار، في عين العاصفة التي تستهدف هذه المنطقة، وهما الهدف الرئيسي لما يحدث، لكل ما يحدث في هذه المنطقة، سوريا والعراق. ونحن نعلم جميعا تماما لماذا يتم استهداف سوريا والعراق من قبل كل هذه الدول، لأنهما يمثلا ليس فقط تحديا لكل المشاريع الصهيونية في المنطقة، بل لأنه أيضا يمثل تاريخ هذه المنطقة ويمثل حضارة هذه المنطقة والنبع الفكري والثقافي والحضاري لهذه المنطقة. هذان البلدان هما ليسا بلدان عمليا، لم يكونا بلدان في التاريخ، هما بلد واحد في هذه المنطقة. لذلك مشروع سايكس بيكو بعد أن مضى عليه تقريبا حوالي 100 عام نظر الغرب إليه فوجدوا أنه لم يعد كافيا، تقسيم المنطقة بهذه الطريقة لم يعد كافيا بالنسبة للغرب، يجب أن تمزق أكثر، يجب أن ينتج عنها دولا أصغر وأشباه دول ودويلات متناحرة متصارعة على أساس إثني وعرقي وطائفي ومذهبي. هذا هو المطلوب من هذا المشروع وهذا هو الهدف النهائي. وإذا لم تتكاتف كل الدول حقيقة في هذا الإطار في مواجهة هذه الهجمة الإرهابية الصهيونية الشرسة على المنطقة، بالتأكيد ستكون هذه المسألة صعبة. بالتأكيد نحن أمام حرب لم يشهد لها التاريخ مثيلا، نحن أمام مخطط شيطاني يستهدف المنطقة لم يوفر شيئا. هل يعني أن تصل تركيا أردوغان إلى أن تلعب بالنار أملا في أن تحرق هذه النار جيرانها وتبقى هي في مأمن؟ نحن نتحدث هنا عن مجموعة دول لديها نفس التركيبة عزيزتي، ومع ذلك تجرأ أردوغان أن يلعب في هذه التركيبة الكيميائية الخطيرة القابلة للاشتعال في أي لحظة. لماذا؟ لأنه مليء ومشحون ومحشو بالأوهام التي تتحدث عن السلطنة والخلافة والزعامة في المنطقة. للأسف أن وقتنا قد انتهى بالكامل، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ باسم شحاوي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لوجودك معنا. مشاهدينا إلى العناوين. الإصابات متنوعة بين المدنيين والعسكريين. عشرات الإصابات باعتداء إرهابي بالغازات السامة يستهدف الحمدانية وضاحية الأسد السكنية في حلب. الجيش يتابع التقدم على اتجاه خان الشيح بريف دمشق ويكبد الإرهابيين خسائر كبيرة بمختلف الجبهات. وكان في ملفات الحدث، القوات العراقية تستعيد السيطرة على 61 قرية وتتابع تقدمها في معركة تحرير الموصل. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من استوديو الحدث، يمكنكم دائما متابعتنا عبر موقع الإخبارية السورية على شبكة الإنترنت وكذلك على الفيسبوك. لكم تحيات فريق العمل، في أمان الله.